فإن ظاهرة العنف ضد المرأة بشتى أشكالها وأساليبها تفاقمت وبشكل لا يحصى في جميع أنحاء العالم، حتى في الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها من الدول المتقدمة والمنادية بحرية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ولكن للأسف في قضية المرأة تصمر جميع الآذان وتغلق جميع الأفواه وتكبل الأيادي وتسن القوانين وفق شرائع دينية وأحكام مدنية التي وضعت بشكل تتماشى مع مصالح طبقة حاكمة وطبقة متسلطة وذهنية رجعية. وهناك العديد من الحقائق التي فرضها وباء كورونا، قد فرض انتشار الوباء مقاربة حقائق لابد من عدم تجاهلها. من هذه الحقائق تشكل النساء حوالي 70% من الجسم الطبي والخدمات الصحية والاجتماعية في المجتمع والعالم. أيضا منها تزداد قضايا العنف الجسدي والجنسي التي يمارسها الرجال ضد المرأة خلال الأزمات. ومناطقنا ليست مستثنية فيما يتعلق بالقضايا، وبما أن الموضوع وحقوق المرأة وحريتها حسب إدارة الأزمات وحسب طبيعة الديمقراطية القاطعة أو الدكتاتورية لهذه الحكومات التي تعالج وتعتبر مسؤولية أساسية عن السيطرة على المجتمع السياسية التي خلت بطريقة وحشية إلى المواضيع المختلفة. لن تتوارى الحكومات يوما عن تبكير هناك فقط تمام منهم النساء والأطفال والخاصين وعلى المسائل الموجودة في المنطقة وأهالي المنطقة خاصة المكون العربي، لأن ظهرت عدة محاولات وعدة حالات لاختطاف النساء وإرغامهم على الزواج أو حتى تعرضهم للاغتصاب. في حلول بديلة، لازم نحن كحقوقيين كقانونيين نسعى دائما إلى الحلول البديلة عن محكمة الجنائية الدولية. مثل ما ذكرت الأستاذة ليديا، في أشخاص مجرمين في دول أوروبية، هؤلاء الأشخاص الانتهاكات التي تم ممارستها بحق أهلهم في مناطق شمال شرق سوريا أو سوريا بشكل عام، من حقهم أنهم حسب الولاية القضائية يقيموا دعاوى بالدول اللي هم موجودين فيها بحق الأشخاص أو الدولة الأمريكية بشكل أساسي. بيان إلى الرأي العام. منذ بداية الحراك الثوري في سوريا، عملت دولة الاحتلال التركي بمداخلة منطقة الشمال السوري بشكل غير مباشر عبر دعمها للمجموعات الإرهابية ابتداء من جبهة النصرة وداعش وانتهاء بمرتزقة الجيش الوطني السوري التي احتلت مناطق الباب وجرابلس وعزاز. وعندما فشلت مساعيها باحتلال مناطق الإدارة الذاتية، تدخلت بشكل مباشر عبر هجماتها على عفرين، سريكانيه وجريسبي، وارتكبت العديد من الانتهاكات الدولية كقتل النساء والأطفال، حتى ارتقت انتهاكاتها لمستوى جرائم حرب. ضربت بذلك القوانين والمعاهدات الدولية عرض الحائط. وفي ظل جائحة كورونا التي خلقت أزمة عالمية فرضت ضغطا كبيرا، كانت معاناة المرأة في ظلها هي الأعظم، خاصة في مناطق الصراع التي تعاني أساسا من ضغوطات كبيرة. وما يحدث في الشمال السوري في ظل الاحتلال التركي خير مثال على ذلك. ونحن كتنظيمات نسائية مدنية وحقوقية في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات المرتكبة في سوريا من عنف وإبادة بحق النساء عامة والقياديات خاصة. وكذلك ندين ازدواجية قرارات مجلس الأمن الذي يضع حياة الملايين من السوريين في خطر، ونوجه نداءنا للتنظيمات النسائية والحقوقية والدول المعنية بالشأن السوري للقيام بواجبها الأخلاقي اتجاه الانتهاكات المرتكبة بحق جميع النساء.